استقبلوا معي إليسار بدوي، نوال لوكا، رانيا أبو نعمة، ونورة زين الدين. مساء الخير لإليسار، نوال، نورة، ورانيا، وأيضا بدي أقول مساء الخير وتحية لغادة إمام من مصر، ميساء الظاهر من الأردن، ونورة سامي من المغرب اللي ما قدروا يكونوا معنا بهالحلقة لارتباطات وانشغالات، يعني إن كان بمصر بالأردن وبالمغرب. إليسار بدوي مساء الخير. مساء النور. فاطمة باركر، جمانة حداد، لما لواند وجوليا كاستيلي كانوا أعضاء لجنة التحكيم، واختاروا إليانا نعمة ملكة جمال مدينات العرب لسنة 2013. إليسار، لو كنت مكانهم مين كنت اخترتي ملكة جمال؟ إليانا. بس بالحلقة شو كنتي عم بتقولي؟ وبالتحضيرات شو كنتي عم بتقولي؟ أنا الملكة بس يلا ما حدا بتواضع شوي هلا. شو عندك أنت إليسار مقومات لتكون أنت الملكة؟ وليش حتى ما أكون يعني؟ عم بسألك سؤال. عندي كتير، بدي 20 حلقة مخلص. إليسار، شو اللي اختبرتيه خلال هالشهر كله من التحضيرات وما كنتي قلتي رح تختبريه بحياتك اليومية كصبية تعاني من وزن زائد كصبية؟ نحن ناصحين يعني نشارك بشيء للجمال، كثير شيء ناس انهبلت فيه يعني هيك، بس كثير حلو وانا انبسط بحالي وهيك. وقلتي اهم شيء يعني كل العالم انبسط فيك إليسار، قلتي انت خلال الحلقة كنت دائما تقولي انه انا بغض النظر عن 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 النتائج، بغض النظر عن اللقب، انا اليوم مشاركتي بالحلقة وبالمسابقة كان اوصل رسالة. شو الرسالة اللي كنت بدك توصليها خلال الحلقة؟ انه ما كل شيء بالشكل. انا قلت لك قبل، انا كان هدفي انه الناس تعرف انه الناصحين فيهم يكونوا حلوين، فيهم يكونوا كثير مشهورين، فيهم اذكياء يقدموا كثير اشياء. ليه صوتك واطي بهالحلقة؟ مبحوحة شوي، حسد. يعني صار كيف لمستي انه الناس وصلت لهم الرسالة؟ من بس امشي على الطريق يعني. شو بصير؟ يعني بيقولوا برافو، يعني عن جد كثير حلو، كثير حبيناك، يعني حسيت حالي حعرضتي على انجلينا جولي بعد شوي. يعني صحيح، يعني ايضا اللي صار خلال عرض الحلقه كان في كثير ناس عم بحيوك، وعم بيقولوا في كثير ناس قالوا تحيات لك ونفسيتك الرائعه، جمال روحك مغطى على كل شيء، انت رقيقه كثيرا، بحيوا ثقتك بنفسك. يعني وكنت كثير يعني كنت ملكه على كثير قلوب من الناس. اللي صار بكل تواضع، ايه. في شيء زعجك؟ ايه، في ناس زعجوني، بس بالعكس عطوني هدف كفي بكتير اشياء، انا عندنا كتير اشياء نعملها بعد، وصل اكتر اشياء للناس. وجملة اللي قالتها نوال، دعست عليهم وبتعلى، واثق الخطوة يمشي مالك. تحية لك، تحية لك إليسار. نورة زين الدين مساء الخير. نورة مساء الخير، ونحيي ايضا نورة. قلت بالحلقة الناس لازم يقولوا لي شابو با. صح. مين قال لك شابو با بعد الحلقة؟ كثير ناس عالم حبتني على التي في، وكثير من أصحابي قالوا لي إنك حلوة، وأنا بالنهاية جيت لوصل مساج يعني. قلتي لي قبل شوي تليفون البيت بعده لليوم بدق. يعني من برا بيجيني اتصالات، انت اللي على ال بي سي، كيف جابوا ارقامي، كيف جابوا رقمي، على النمبر بوك. شو يا دنيا، شو يا دنيا، على النمبر بوك. شو عم بصير معي؟ انا نهار الحلقه ضل تليفوني لست الصبح عم يدق عم يدق، الساعة 4 بدق لي هيك شخص بيقول لي أنا من برا عمري 43، حلو فيني أشوفك، فيني أتقدم لك؟ هلا هو مش حاله، حلو حكيت معه. <تصفيق
دول واحد اللي على دنيا على دنيا اجاها عرسان. معنا كمان هلا. بدي اياه بس يشبه مهند مش اكثر من نورا. بدي ارجع لك، مين قلنا مين حياك على 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 تجربتك، ولكن مين انتقدك بالمقابل؟ يعني هن كثير كثير قليل يعني، بس انه انا ما زعجت حدا بحكي ولا قصدت ازعج حدا يعني. كان في بعض الانتقادات بتقول انه كان مثل كانه نورا والصبايا عم بروجوا للبدانه، والبدانه في مخاطر صحيه من وراها. نحن ما عم نروج لها، نحن عم نقول انه الانسان الناصحه مثلنا مثل غيرها، مثلها مثل الضعيفه. مش ضروري انه الناصحه لازم على طول نشيلها ونهمشها، هيدا الشيء عيب. مع نحن صرنا دنيا شو بدك تقولي؟ بدي اقول انه نحن طالعين على البرنامج، طلعنا وعملنا كل هولي بهدف انه نحن مش عم نقول، مش بدنا نروج فكره البدانه لنقول انه البدانه منيحه ويلا يا عالم كله وانصحوا واعملوا. بالعكس هي اقوال ما انا مزبوط ابدا. نحن الفكره من ورا هالشيء، مثل ما البدانه اوكي في بمراحل تكون عايش طبيعي وما بك شيء، كمان في لها ناحيه نيجاتيف انه اوقات البدانه بالوزن الفارض جدا بتؤدي الامراض. يعني نحن بدنا نقول اللي بصحته، اللي هو بصحته اللي مثل ما هو يقتنع بحاله ويضله هيك اذا ما عنده امراض. بس هذا ما بيعني انه ما العالم تقول يلا يلا بدنا ننصح او بدنا نعمل شيء لنطلع هيك، لا. بس نحن الحمد لله مهضومين حلوين ما بين شيء. اذا بدي اشيل الجمال دنيا على جنب، اذا بتشيل الجمال عايز اعمل لها مسابقه جماليه، بدنا نشيل الجمال على جنب، شو الكفاءات اللي بتملكها السيده البدينه والمجتمع بيرفض يشوفها وما بيشوفها وما بيعترف لها فيها؟ السيدة البدينة بالإجمال، مش بس أنا، ممكن يكون علمها، خبرتها، ذكائها، حضورها، طلتها، هيبتها، في أشياء كتير، في أشياء كتير المجتمع بيوقف عليها بيقول إف ناصحة. يعني مجرد ما يقولوا ناصحة بينسى هودي، بينسوا كل يلي هي بتتميز. وأنا هون يعني بدي حي بدي حي يعني كل الصبايا اللي كانوا موجودين والناس كلها حيتهم حيتكم على شغل العالم كله وافقت عليها، انه النضوج اللي عم تحكوا فيه والطريقه اللي عم بتجاوبوا فيه يعني بهرتوا كل الناس بطريقه اجوبتكم وتفكيركم. نورا، كنت عم بحكيكي عن الاكل وعن الوزن الزائد وعن البدانه، نقطه ضعفك شو؟ الكنافه. انا مصيف الجيش صدر كنافه بفيه. لو ب 12 بالليل بدي اكلها، اذا اجت على بالي بدي اكلها. نوال، باي مرحله بتصيري بتاكلي؟ يعني بتفتح شهيتك على الاكل لما بتكوني معصبه بتاكلي ام لما تكون مغرومه؟ يلا قالت لك ما بقى. على الرياحه بنصح. على الرياحه لما تكوني مغرومه قالت لك اليسار. صح، ما انا هلا مغرومه. ضيعتيني يا اليسار، مغرومه وبدك عريس. ما عندي صح، الحب شيء والزواج شيء. اجمع اثنين مع بعض، هي بدها حلقه ثانيه. نوال، يعني هدف من خلال السؤال، يعني بتنفسي من خلال الاكل عن غضب معين؟ يعني بتفش خلقك بالاكل عن احباط، عن غضب، رده فعل على المشاكل اليوميه، الاحداث اليوميه؟ لا لا لا، انا نصحت نظام اكل غلط، يعني باكل بالمقلوب، يعني بالليل من الصبح، والعالم تاكل من الصبح لعشي. انا كمان بالليل بحب الاكل بالليل اجمل. كم رجيم صرت عامله نوال لليوم؟ اثنين، واحد نصحني وواحد ضعف. انا ما تسالني، ما راح. انت اليسار شو؟ ما تساله، ما راح اقول لك. المشكل بضعف الاراده او يمكن عم تطبق رجيمات غلط؟ لا، كل نوع، كل الانواع طبقني وما مشي الحال. كل يوم رجيم. يعني ضعف اراده عم نحكي، يعني عم نحكي عن الاكل، عن الوزن الزايد وعن تداعيات الوزن الزايد. اليوم انت ام وعندك ثلاث اولاد، كيف تعاطي مع اولادك من ناحيه الوزن الزايد والبدانه؟ وبنعرف كلنا مخاطر البدانه عند الاطفال طبيعي يعني. اكيد، وعملت انا حلقات يعني موضوع مخاطر البدانه ان كان عند الكبار وخصوصا عند الاطفال اللي كانت قضيتي هذيك السنه. واطفال يعني ضعفتهم، انت كيف تعاطي مع اولادك بهالاطار؟ ليك الحمد لله اولادي ما عندهم هالبروبليم، يعني ما عندهم هسه، بالعكس اسامن كثير حلوه، يعني ما بتعتبر انه هيدول اولادي. وعلى فكره انا وعزبي ما كان جسمي هيك، كان جسمي انا بس ضعيف. بس اليوم اولادك شو بتقولي لهم؟ بتقولي لهم تبعوا على وزنكم؟ ايه، لا كلوا، لا اذا بدهم ياكلوا شيء ما ضروري يكون بنصح، يغذيهم وما ينصح، واذا بدهم ياكلوا بالقليل نتفت سبور قبالهم. يعني ما فينا نتهرب انه البدانه منا هيك، البدانه الزايده فيها مرض، ما فينا نتهرب من هذا الشيء. كيف استقبل المجتمع سيده اربعينيه؟
عادي بمسابقة. كتير حبه كتير. وجوزك كيف استقبل؟ جوزي كتير حب أصلا، هو قلت لك من هيك المرة هو اللي شجعني إنه روح، يعني لو ما هو بيعطوني الأوكي أكيد ما كنت عملت شيء. عم نحكي عن الزوج معك كمان، بدي أسألك عن الحبيب، عن خطيبك. قالت إلي صار عنك مغرومة، شو كانت ردة فعله لما شافك؟ وهل شجعك انك 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 تنافسي على اللقب؟ اكيد كان مشجعين وقال ما كنت هون. بالنسبه له انه انا ملكه، اخذت لقب او ما اخذت لقب، هلا اكيد بفضل انه اضعف نتفه. شو بقول لك؟ بقول لك شيلي هالكرش شوي. كم كيلو زياده؟ لا ما عنده مشكله. من شو انزعج بعد الحلقه خطيبي؟ الواتساب. ايه واتساب ما طفي بعد الحلقه صراحه. بدي اشكر كل اللي قالوا لي مبروك. بس قالوا لك مبروك مشان هيك انزعج؟ بينا نزلوا فيها. انت شو عرفك؟ انا صار معي هيك كمان. كنت عم تقولي نوال بقول لك شوي ضعفي شوي صغيره، كيف بتخطى مساله الوزن الزائد عندك خطيبك؟ انا ما بحسسه انه انا ناصحه، لا بلبسه ولا يعني ولا مره قال لي تعال نروح مطرح، قال له لا لا انا ناصحه، نسهر قال له لا لا انا ناصحه، انه تعال نروح ناكل بمطعم قال له لا لا انا ناصحه. شو احلى كومبليمنت بتسمعي منه؟ كثير. ما شو بك يا اليسا؟ شو عايشة معهم؟ لا بس استاذنا كثير هيك يعني. ما عليك الا انت ما بتعرفش كم يوم مع بعض.